في واحدة بتسأل بتقول هل المرض النفسي عند الآباء بيأثر على الأبناء؟ لو أحد الآباء مصاب بالأمراض القلبية مفيش فيها كلام، الأولاد هيتأثروا. هيتأثروا إزاي؟ هيتأثروا بسبب الوراثة، ما هو اللي خلاه عنده استعداد للنوع ده من الأمراض القلوب، كبر بقى، قلق، خوف، انه قد يكون في سبب وراثي، جينات وراثية هي اللي يعني خلت طبعه كده، فأدى الطبع ده إلى الفهم بالطريقة دي وإلى التعامل بالطريقة دي وإلى قناعته بالأفكار دي. وممكن برضو الأولاد يتأثروا بالتنشئة والتأثر بسلوك أهلهم وأخلاقهم، وده بقى اللي بيخلي مثلا عيلة كده كاملة كده تتسم مثلا بصفة الكبر أو تتسم مثلا بصفة العنف، وممكن كمان يعني محافظات كاملة تتسم مثلا بصفة معينة زي الشجاعة زي الكرم. طيب عايزين نشوف لو أحد الآباء حد منهم عنده مرض من أمراض القلوب، المفروض الطرف التاني يعمل إيه؟ احنا هناخد مثلا مثال، هنفترض ان في ام سويه والاب هو اللي عنده سمات الشخصيه النرجسيه. طيب فاولاده هيتاثروا ازاي؟ اما ان هم يشعروا بعدم الامان نتيجه تصرفات ابوهم الغير ناضجه، او ان هم يبقوا شبهه. طيب المراه بقى دي تعمل ايه في الموقف اللي هي فيه ده؟ هل تعمل زي ما الافكار الغربيه بتقول ان هو شخصيه سامه ابعدي عنه، ولا ان هي مثلا تتبع العرف اللي بيقول استحمليه اهو ضل راجل ولا ضل حيطه، ولا تعمل ايه بالظبط؟ لا، هو الصح ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق البشر وهو اللي حاطط قوانين تضبط العلاقه ما بين البشر. فالاسلام بيقول ايه بقى في الحاله دي؟ والحديث في صحيح البخاري انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلومة فكيف ننصره ظالمة؟ يعني احنا عارفين ازاي ننصر المظلوم، طب ازاي ننصر الظالم؟ قال تأخذ فوق يده، يعني ما تسيبوش يظلم، تمنعه عن الظلم، ده هو ده حق الأخوة في الله. فبالتالي الزوجة اللي بتشوف زوجها بيظلمها أو بيظلم أبنائه ما ينفعش انها تسكت. فكده دور الأم هو توقف ظلم الراجل ده، تمنعه. طيب والإسلام أمرنا بإيه كمان؟ أمرنا بإن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة يوسف كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني إيه؟ يعني أي واحد مسلم، طالما أنت مسلم فأنت مأمور بالدعوة. والدعوة معناه إيه؟ معناه إنك أنت تدعو الآخرين إن هم يمتثلوا إلى أمر الله ويجتنبوا ما نهى الله. طيب إيه هي الطريقة الصحيحة في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هي بالحكمة والموعظة الحسنة. في سورة النحل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرك بالدعوة وأمرك بأن أنت تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، أمرك كمان بأنك أنت ده الأسلوب الصح في التعامل. طيب نمسك حاجة حاجة، الحكمة يعني إيه؟ هي وضع الشيء في موضعه. يعني إيه؟ يعني تختاري الوقت المناسب للدعوة، مش بعد المعصية على طول، مش في أي وقت، مش وهو زعلان ولا هو مضايق ولا هو غضبان. وكمان تختاري الكلام المناسب، لو الكلام المباشر معاه ما بينفعش يبقى لازم اتبع مع الشخص ده الكلام غير مباشر. يعني الموضوع عايز حكمة، انك انت تعرفي الشخص اللي قدامك ازاي يفتحي قلبه. طيب الموعظة الحسنة يعني ايه؟ يعني كلام يهز القلوب، استخدمي المشاعر، مش تستخدمي اسلوب السلطة والرهبة يعني بلاش العنف، فاهمة ازاي؟ الموعظة الحسنة اللي تحركي فيها المشاعر، مشاعر اللي قدامك. يعني انت راجل طيب وان انت اكيد بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، خليك قدوه لي لاولادك، خليهم يدعوا لك بعد ما تموت، كلام مشاعر كده. طيب والجدال بالتي هي احسن، يعني ما فيش داعي للعصبيه او استخدام طريقه الكبر في الكلام، او انت شايف مقارنات، انت شايف الناس بتعمل ايه مع اولادها، هو انت ليه ما بتعملش نقد او تجرحي مشاعر اللي قدامك من انت، ما انتش راجل، انت مش اب كويس، انت ما تنفعش تبقى حاجه، انت فاشل. يعني الكلام السيء ده لا، ممنوع تماما. وفي سوره العمران كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده معناه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فرض، مش امر مستحب، ده لازم تعمليه. وبرضو في حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم
والحديث صححه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني اللي مش هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو كده خلاص، دي علامة بتبين أنه ما عندوش إيمان أو ضعيف الإيمان جدا. طيب فبالأمر المعروف زي ما قلنا أنا أختار الوقت المناسب. طيب النهي عن المنكر بقى، لو تقدري تمنعي ده بإيديكي، وده هيحصل بينك وبين أولادك أكيد. يعني أنا أقدر أمنع أولادي وأنهاهم عن المنكر باليد لأن لي سلطة عليهم، إنما الزوج لا ما أقدرش. يبقى هنتقل إلى إيه؟ إلى مرحلة فإن لم يستطع فبلسانه. لا أقدر أتكلم مع زوجي وأقول له إن ده ما يرضيش ربنا خلاص. طيب ممكن يبقى الشخص اللي بيعمل المنكر ده أب عنيف، وممكن يعمل يعني مش هيكتفي بأنه يسمع أو أنه حتى يزعق، ده ممكن الموضوع يكبر. يبقى في الحالة دي إن لم يستطع فبقلبه. يعني إيه؟ يعني العلماء قالوا لنا يعني إيه بقلبه؟ إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت. يعني أنت ارفضي المنكر ده، ولأن رب ده منكر أنا لا أرضى به، وتبعدي عنه في الوقت ده خالص، ما تشاركيش الناس المنكر اللي بيعملوه. في حالة بقى أني ده زوجي وأنا لازم أأمر بالمعروف وأنا على المنكر، وطبعا العلاقة حساسة جدا، طيب نعملها إزاي بقى؟ رقم واحد، حددي المشكلة. يعني اكتبي كده عيوب الراجل ده قدامك كده، اكتبيهم بترتيب. يعني لو اكتبيهم كده بشكل عشوائي، الراجل ده في عيوب كذا كذا كذا. رقم اتنين، اختاري اقوى عيب فيه واشتغلي عليه خلاص، لان احنا مش هنقدر نظبط كل حاجة. رقم تلاتة، هنستخدم اسلوب غير مباشر في الكلام. ازاي؟ شوفي النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صححه الألباني: كان اذا بلغه عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراعي مشاعر الناس حتى وإن أخطأ، ما بيشدش على حد، ولا المخطئ ده مثلا بالنسبة له شيء شخص مستباح يهان ويساء ويفضح، مش كده خالص. ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل بالطريقة اللي احنا بنتعامل بيها دي. طيب رقم أربعة بقى، الجاهل يعلم. يعني ايه؟ يعني الأفكار الخطأ اللي هي عنده دي نشأت من هو صغير، فهو بيحتاج ان حد يعلمه. طيب هنعلمه ازاي بقى؟ هقولك بقى الأسلوب الأمثل في انك انت تعلمي زوجك مثلا مفهوم معين انت عايزة توصله له. رقم واحد، الثواب والعقاب. دي طريقة ربانية ربنا بيتعامل بيها معانا، وهي دي الطريقة المثلى في التعامل مع اي انسان انت عايزة تقوميه. ما ينفعش اللي هي التربية الايجابية دي على طول، ولا التربية بالطبطبة على طول، ولا التربية بالعنف على طول. لازم يكون في ثواب وعقاب، ومن امن العقاب اساء الادب. دي حاجة معروفة. هديكي مثال، مثلا كل يوم الصبح انا بعملك كوباية عصير بعد الفطار، ده كده اسمه ايه؟ الثواب. زعلتين انتي بالليل، صحيت الصبح ما عملتكيش كوبايه العصير، ده اسمه الايه؟ العقاب. خلاص، فعلى الزوجه ان هي تكافئ زوجها لما مثلا ينفق عليها وهي على اولادها، او مثلا ان يكون في اليوم ده هو شخص لطيف وهادي وبيتكلم بادب، كافئيه وقوم يعملي له حاجه حلوه ويحبيه ويظهري الحب ويظهري الابتسامه ولعبيه، ومعلش اضغطي على نفسك كده، ويعملي له جو حلو في البيت، كنوع من انواع الثواب. ليه؟ اصل هو هيجي له يوم تاني هيغلط، فاحنا بقى عايزين الحاجات الحلوه اللي هو شافها منك دي هي دي بقى اللي هنسحبها وقت الايه؟ وقت الخطا. فتقومي بقى ايه؟ وش تاني بقى خالص، مفيش عصير، مفيش ابتسامه، مفيش لعب، جو نكد شويه، خلاص مالك زعلانه من ايه؟ من كذا. لا فيش لف ودوران، مفيش كلامنا في التليفون ما نردش، مفيش الحاجات دي خالص، مفيش انت مش عارف الكلام ده، لا لا لا. هو بيقول لك مالك تقولي مالك، هو بيقول لك اللي مزعلك تقولي اللي مزعلك، وبمنتهى الادب وباسلوب شيك. يعني مثلا انت نسيت انت عملت ايه امبارح؟ لا، امال ايه؟ انا زعلت امبارح منك عشان 1 2 3. فهمتي؟ طريقه الكلام اهم من الكلام نفسه. رقم اتنين، الحوار. بصي، لما تحبي تقطع علاقتك بزوجك اقطع الحوار. عايزه تكملي معاه استمر في الحوار، وما تقاسيش ابدا منه، واستمر عليه واستميتي في الحوار ده. هنفتح مواضيع ايه؟ اقعدي بقى اتكلمي في اي كلام، وهو يتكلم لغايه ما هو يتكلم. احنا عايزين نوصله انه يعني افتحي معاه اي حوار لغايه ما هو يتكلم. اول ما هو يتكلم اسمعيه بقى، وهو بيتكلم هتبص تلاقيه في وسط الكلام كده يقول كلام بيعبر عن فكره عنده. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لا طبعا وانا هسكت لهم، دي ناس ما بتجيش غير ايه؟ غير بكذا. يبقى هو فاهم ان العنف بيجيب طريقه، انما الطيبه والحب ما بتجيبش.
عشان كده هو بيعمل معاكم انتوا كمان كده، فهمتي؟ فبالتالي المفهوم الغلط ده تسجلي عندك وتعرفي ان هو عنده فكرة ايه غلط، اما ان انت يكون عندك الرد السريع، او انك انت تأجلي بقى الرد ده لغاية ما تخش بقى على النت كده وتقعدي تتعلمي وتشوفي ازاي اصحح المفهوم ده عند زوجي، انه يعرف ان الايه وان الطيبين دول بيبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني ايه محتاجة انت تدرسي وتتعلمي المسألة دي، بحيث ان انت لما تفتحي الموضوع التاني معاه يبقى انت عندك رد سريع بالدليل، بالقرآن، بالسنة، بالسيرة كده يعني. طيب رقم 3، الحب. يعني ايه؟ بصي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني قوي جدا وبيزعل، وبس عشان يؤتي الثمره بتاعته خليها بقى ايه، دعميها بالحب، يعني نظره حب، لمسه حب، مواقف فيها حب. الحب بيفتح القلوب، فبالتالي لما تيجي بقى تأمري بمعروف وتنهي عن المنكر وتقولي لجوزك مثلا بلاش كذا او يعمل كذا، لان انت اصلا مقدمه الحب، فهو هيستجيب ان شاء الله. انما اذا كنت عنيفه معاه وكنت جافه معاه وكنت مهمله ليه، هو طبعا اكيد مش هيستجيب. رقم 4، اللعب. يعني ايه يلعب؟ تلعبي بقى مع اولادك وتلعبي مع زوجك كده العاب اسمها العاب التعبيريه، يعني يلا يا جماعه كل واحد فينا يقول ايه اكتر حاجه بتزعله، او اكتر حاجه بيحبها، او اكتر حاجه بتخليه يحب اللي قدامه. وهتبص ونبتدي بالاب وتعرفي بقى رايه وطريقته، ويعني تشوفي ايه الحاجات اللي بتضايقه، ودي الطريقة دي هتخليكي تتعرفي أكتر على زوجك وتتعرفي على أولادك. ممكن تستغل الموقف بأنك أنت تقولي له شفت الأولاد أكتر حاجة بيحبوها إيه؟ بيحبوها أنت، أنت لاحظت دي؟ عشان هما بيحبوك أنت، عشان أنت بتجيب لهم هدايا. أنت على فكرة أنت هتكون إن شاء الله من مجاورين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بصي التحفيز، احنا عايزين ننقله، مش عايزين يعني نحكم عليه ونتعامل معاه على انه يعني شخص بذيء وانه يجب طرده وان ايه الجوازه دي وايه الراجل ده، بعد عن القصه دي خالص. هو انسان عنده عيوب وعنده مميزات، عيوبه ممكن تكون كتيره لانه هو مش شخص عادي، ده شخص مريض، لكنه في امل من ممكن يعني ممكن اصلاحه، وانتي ماجوره على اللي بتعمليه ده، فانتي ما فيش حاجه بتروح عند ربنا يعني. رقم 5، الرجالة بيحبوا القصص. ليه؟ لأن هم معظمهم في حالة صمت، ما بيتكلموش كتير حتى مع بعض، حتى لما بيقعدوا مع بعض مش بيقعدوا يرغوا ولا بيقعدوا يحكوا، فهو بيبقى بيحب القصص، بيحب يقعد يسمع. فتقولي له بقى ايه ده صاحبتي النهاردة قالت لي، ده أنا واحدة صاحبتي حكيت لي موقف وأنا قلت لها كذا وجهة نظري كانت كذا واستغربت منها في كذا. فأنتي وأنتي بتحكي القصة دي كده أنتي بتقولي الأفكار الصحيحة اللي أنتي أصلا كنت عارفة مسبقا ان هو عنده ايه فيها فكره غلط. يعني مثلا هو شايف ان لما يحرمها من الفلوس كده هي هتبقى دايما محتاجه له، فطبعا مش هتضايقه، يكون عنده الفكره دي. فانت بقى ايه، خلاص فهمتي بقى القصه دي، فتقولي له بقى ايه ده صاحبتي جوزها كريم جدا، وعشان كرمه ده مش عايزه اقول لك هي بتعمل معاه ايه. احنا كلنا بنستغرب من الطريقة اللي هي بتعامله بيها، فهمتي؟ يعني ايه عايزة توصلي له فكرة انه لا ده الكرم بيخلي الست تحب الراجل جدا، ده الست بتحط الراجل الكريم ده في عينيها، فهمتي؟ طب فهو ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخطئ وفي التعامل مع المشاكل الأسرية. عمره أبدا النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم القسوة ولا النقد، ولا أنه يحكم على الآخرين، ولا يتسرع في البعد والطلاق، ولا يتذبذب في التعامل مرة حلو ومرة وحش، ولا أبدا كان عنده سلبية أبدا لما بيشوف حاجة غلط، ولا بيسيطر على قدامه عشان يفرض عليه رأيه، ولا بيجرح مشاعر أي حد حتى ولو كان عاصي. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام دي أخلاق الصح، وهي دي الطريقة الصح، والله أعلم.